السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكم خوتي خواتاتي صحاباتي ناسي العزاز اللي كيعرفوا سوسو. مرحبا بكم معايا في القناة، قناة شيوة سوسو. ان شاء الله تعودوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم واحد الكاشير منزلي زوين بزاف، مواد متوفرة ان شاء الله في كل بيت. جبت لكم بالزيتون وبدون اللحم، ما فيش اللحم هذا، ان شاء الله يعجبكم. ها هو الشكل ديالو بحال اش كيجي، يعني كيعطينا هذه الكميه هذه. هو هذا باقي ما قطعته، ها هو هذا كيجي على هذا الشكل، يعني راه زوين بنين. الشكل ديالو كيجي بحال الكاشير الاخر، يعني شي حجره ديال الدار ما عارفين شنو دايرين فيها، ماشي بحال هذا الشيء اللي كنشريو. هذا هو الشكل ديالو، ان شاء الله الى عجبكم تابعوني تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. مره اخرى كيف ديما كنشكركم بزاف بزاف، كنشكركم على المشاركه وعلى لي لايك ديالكم، وما تبخلوش عليا اللي عجبو هذا الفيديو يدير ليا لايك. وكنشكر الناس الجداد، دائما كنشكر الناس الجداد بزاف بزاف، والناس القدام حتى هما تحيه لهم كبيره. ويا وني بكم كاملين اخوتي واخواتاتي وصحاباتي، وموعدنا في فيديو اخر ان شاء الله. بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير اللي عندنا لهذا الكاشير ديال اليوم ان شاء الله، كاس ديال الرز مسلوق، كاس ديال السميده، انا ما عمرتش الكاس السميده الرقيقه. هنا عندي نص كاس ديال الزيت، زيت المائده. عندي ملون غذائي احمر، اللي ما بغاش يدير الماء ديال البربه يقبض منه واحد ثلاثه الكشارات، ثلاثه الملاعق راه يعطوه الملون. ثلاثه الفرماجات، جوج الفرماجات عفوا. هنا ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من الكمون، وملعقة صغيرة من الإبزار، ملعقة صغيرة من التحميرة، وملعقة صغيرة من الهريسة، صلصة ديال الحار. هنا عندي واحد الفص ديال الثوم صغير، والنصف ديال الضامط ديال الكنور. عندنا ثلاثة البيضات والزيتون. هادو هما المقادير اللي عندنا لهاد الكاشير بلا لحم. هاد الكاشير بلا لحم، يعني أنا فايتة مجرباه باللحم، بالكفتة ديال الدجاج، فايتة مجرباه بالكفتة ديال اللحم، ودايره عاود تاني بلا لحم. ان شاء الله اليوم نديرو نجربوه معكم بلا لحم، راه كيجي مزيان. نشوفوا ان شاء الله الطريقه ديال التحضير. بسم الله، هنا ان شاء الله نجيو للطريقه ديال التحضير. كناخذوا الكاس المورينيكس، نخلطوا هادشي كلشي، نديرو بحال هكا في الخلاط. نخلط ثلاثه البيضات، بسم الله، ندير هذا الفص ديال الثوم، الابزار، والكمون، التحميرة، بابريكا. بالنسبة اللي باغي يذوب المقادير، باغي كمية كبيرة، راه يدير ستة البيضات أو سبعة البيضات، ذوب المقادير، كاس ونص ديال الروز، أو يكتفي بكاس، كاس ديال السميدة، المقادير اللي عندنا هنا. ندير الفرماج، الملح، وهذا الملون اللي قلت لكم راه هو اختياري، وصراحه اللون كيعطيه واحد المنظر زوين، ولكن كاين الناس اللي ما كيبغوش هذه المواد بحال هكا. بالنسبه للكنور وسميتو ندير منه شويه، من بعد ما طحنا هذاك الخليط على هذا الشكل، هذا هو بحال اش كيجينا. بالنسبه لي لكم الا طحنتوه وجاكم ثقيل باقي بزاف، تقل من هكا تزيدوا بيضه. الا كان عاود ثاني خفيف جاكم الخليط جاري، تزيدوا واحد جوج كواشر من السميده او كشرارة، نتوما حسب الاختيار، لانه هذا غادي ندلوه انا غير في السلوفان، خصو يكون شويه هكا
اما الا كنتي غادي تخوي في هذاك المول ديالو راه ماشي مشكله، واخا يكون شويه جاري ما هي مشكله. احنا عندنا على هذا الشكل هذا، دابا غادي ندير الزيتون. صافي دابا غادي نديرو في ان شاء الله في المول. طارق نقول لكم حاجه، غندير السلوفان كنشدو بحال هكايا، ندور واحد القياس ديالنا انا فاش غادي نلوه. انا هذه الكميه اللي عندها غادي نقسمها على جوج، لان الكسكاس الصغير ما غاديش يجوني فيه، من الافضل انك تقسموها على جوج. غادي يكون بحال هادشي، غادي نكب دابا واحد النص ديال هاد الكمية اللي عندي. شوفكم داخل من هنا، هكا تعقدوه من هنايا، انتما كديرو ليه هكا حتى كيشد مزيان، كنعقدوه من الجوانب على هذا الشكل. الى خفتو راه تزيدو مازال دوبلو لي واحد طبقه اخرى من السلوفان. كنكون متاكدين انه ما غاديش يخرج، وما غاديش يخرج لانه في الكسكاس، هذه هي الميزه ديال الكسكاس، ماشي بحال الا غادي تحطوه في الماء في الكوكوط ديريكت راه تخافي انه يقد يطلع لك ليه الماء ولا شي حاجه. هذه الطريقه راه هي مضمون 100% ان شاء الله. هذا الشكل هذا نديرو فيها طبق الألمنيوم، الألمنيوم راه كيشد عليه الحرارة، كيشد مسكين على هاد الشكل هذا. يعني هادو هذا هو الحجم ديالنا. نكمل بالطريقة الأخرى الكمية المتبقية إن شاء الله.
هي البرمه ديالنا كنديروا الكسكس، كنجيبهم على هذا الشكل هما، نحطهم بجوج الكميه اللي عندنا، نحطيه في الكسكس وغادي نغطيو ليه ان شاء الله، نخلوه يطيب راه البطاطا شاعله عليه، نخلوه يطيب واحد 45 دقيقه تقريبا. هذا هو الكشر ديالنا من بعد ما دوز 45 دقيقه بالضبط في الكسكس. غادي نخرجوه، نحيدوا ليه هذا البابي الالومنيوم باش مابقاش شاد عليه السخونيه، ونديروه في الثلاجه على الاقل خصو يبقى واحد ساعتين تقريبا، ساعه ونص. هو نمر هو هذا، من بعد دابا غنديرو في الثلاجه ان شاء الله يبرد ونتلاقاو ملي نغطى. دابا ان شاء الله غادي نفتحو، هو ملي دوز واحد ساعتين في الثلاجه. بسم الله، نقطعو هذا الاول. المهم على السمك ديالكم نتومايا اللي بغيتو ترققوه او تغلضوه، داكشي كيبقى حسب الرغبه ديالكم. ها نتوما الشكل ديالو بحال اش كيجي، راه حتى الريحه ديالو والله العظيم الا طالعه بحال الكاشير اللي كناخذو من برا، سبحان الله. الزيتون كيعطيه واحد المذاق زوين، واحد الشكل زوين. هذا هو، نبقاو ماشيين على هذه الطريقه حتى نقطعوا كل شيء، اما هذه هي النتيجه النهائيه، راه كاشير زوين بزاف. ان شاء الله جربوه ويصدق معكم يعجبكم حتى نتوما، وموعدنا في فيديو اخر ان شاء الله.